بنجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وبنبتدي معاكم جولتنا الإخبارية المتنوعة في بداية لقائنا معاكم في هذا الصباح. وهنبتدي بأخبار الجو ونتعرف عليها من الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية. أهلا بيك دكتورة إيمان. صباح الخير دكتورة إيمان. أهلا بحضرتك أستاذة نرمين. صباح الخير أستاذ عمر. صباح الخير على حضرتك. إيه الأخبار النهاردة؟ طمنينا. هو طبعا من امبارح شهدت البلاد ارتفاع في درجات الحرارة، وكانت أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من 5 ل 6 درجات مئوية. الطقس كان شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية. الحمد لله اليوم هيكون في انخفاض في الحرارة بحوالي من 3 إلى 4 درجات مئوية، هنبدأ نعود للمعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام. وفي انخفاض آخر غدا وبعد غدا بحوالي درجتين مرة أخرى، فلو قلنا القاهرة اليوم هتسجل 37 درجة، فغدا وبعد غدا هتسجل 34 درجة، ده أقل من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام كمان، يعني فهنشعر فعلا بتحسن في الأحوال الجوية. طبعا الطقس هيكون حر طبعا تحت أشعة الشمس المباشرة أثناء النهار، لكن طبعا أثناء الليل بيكون لطيف على معظم الأنحاء. بس بتهيألي نسب الرطوبة بقى ارتفعت دكتورة إيمان وكلنا حاسين بيها. طبعا، بس هو امس الحمد لله مع ارتفاع الحراره كانت نسبه الرطوبه منخفضه، عشان كده احنا ما شعرناش بالحراره بصوره كبيره، يعني هو الجو كان فعلا الحراره عاليه جدا لكن نسبه الرطوبه كانت منخفضه جدا، فده كان كويس امس. اليوم هتبدا نسبه الرطوبه ترتفع قليلا مع انخفاض درجه الحراره. طيب المهم برضه دكتور ايمان، اخبار السواحل ايه المهم؟ السواحل الشماليه طبعا دي من افضل المناطق، درجات الحراره هناك من 29 30 درجه، الجو هناك بيكون لطيف جدا سواء اثناء الليل او النهار. تمام. وحركه البحر ايه اخبار الملاحه؟ البحر المتوسط معتدل تماما، كافه الشواطئ مهيئه للاستمتاع بيها وعلى عمليات الصيد والملاحه. البحر الاحمر معتدل لمضطرب، وخاصه منطقه خليج السويس بيصل ارتفاع الموج لمترين ونص. طيب درجات الحراره المتوقعه كده سريعا ان شاء الله النهارده وبكره؟ بالنسبة للقاهرة اليوم 37 درجة، غدا إن شاء الله 34 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح من 29 ل 30، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 37 ل 38، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين من 43 ل 45 درجة. نعم. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. نتكلم عن الصيف وارتفاع درجات الحرارة. وطبعا الناس كلها طلعت على السواحل الشمالية كل مكان في الجمهورية، المهم الناس يعني تفك شوية وتحس انه لا الصيف دخل وان شاء الله الاجازات وبإذن الله تبقى يعني ايام سعيدة، وربنا يعين طول الثانوية بس الثانوية يعني العامة ربنا معاهم يا رب ان شاء الله. المدن الساحلية شهدت زيارات مكثفة من جميع المحافظات، وبالتالي كان في تكثيف أمني كبير جدا على الطرق والخدمات الأمنية الموجودة على الطرق السريعة لتأمين مرتادي هذه الطرق أيضا والمرور بكثافة على الطرق السريعة المؤدية للمدن الساحلية المختلفة. في الحقيقة كمان شملت الجولات المواقع الشرطية اللي بتقدم الخدمات الأمنية للمواطنين بنطاق مديريات الأمن طبعا الموجودة في هذه المناطق، إن شاء الله يكون في متابعات مستمرة على مدار الصيف، لأن طبعا الحركة بتكون صباحا ومساء وفي كل الاوقات. بالتحديد طبعا كمان الطريق العالمين بالذات يحتاج يعني الكثير من هذه الخدمات والكثافه المروريه، الكثافه قصدي الشرطيه الموجوده في هذا المكان. طيب نشوف التقرير ده مع حضرتك ونرجع مره ثانيه. في اطار توجيهات السيد محمود توفيق وزير الداخليه بتقديم افضل خدمه للمواطنين في المواقع الشرطيه المختلفه وتحقيق التواجد الامني الفعال على الطرق والمحاور الرئيسيه بخاصة تلك المؤدية إلى المدن الساحلية والتي تشهد كثافات في هذا التوقيت، فقد حرص مدير الأمن على تكثيف مرورهم في هذا الاتجاه، مرورات شملت المواقع الشرطية التي تقدم خدمات أمنية وجماهيرية للوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والتعرف على أي عقبات قد تقف أمام المواطن لتذليلها والارتقاء بمستويات هذه الخدمات بهدف التيسير على المواطنين بخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. مدير الأمن حرص على توجيه العاملين بهذه المواقع على ضرورة حسن معاملة المواطنين بالتوازي مع تعظيم الخدمات المقدمة لهم في سهولة ويسر. وتابع مدير الأمن الإجراءات التي تتم في هذه المواقع للوقوف على مدى جودتها وسرعتها. جولات لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت الطرق السريعة للوقوف على مدى استيعاب الخدمات الأمنية الموجودة للخطط الموضوعة لتأمين مستخدمي هذه الطرق وإشعارهم بالوجود الأمني الفعال الذي يوفر لهم جوا من الأمن والطمأنينة. وأشرف مدير الأمن على حملات مرورية على كافة المحاور بهدف التأكد من تحقيق الانضباط المروري الفعال وعدم التجاوز في حق المواطن، سواء برفع تعريفة الركوب عن المحدد أو تعريض حياته للخطر بارتكاب مخالفات جسيمة.
وقد وجه مدير الأمن بتكثيف الحملات المرورية على الطرق لضبط المخالفين وإشعار المواطن بالجاهزية والاستعداد للقوات لمواجهة المستجدات والتعامل بحسم مع أي محاولة للخروج على القانون. هذه المرورات التي يقوم بها مدير الأمن ستتواصل حتى تظل القوات في حالة من الاستنفار والجاهزية لحفظ أمن المواطن واستقرار الوطن، وفي الوقت ذاته الوقوف على احتياجات هذه القوات على الأرض وتلبيتها. من خلال هذه المرورات الميدانية والاستعدادات، تؤكد وزارة الداخلية أنه لا تهاون مع أي محاولة لزعزعة الاستقرار أو المساس بمقدرات الشعب المصري والتأثير على روحه المعنوية، حيث يعي الشعب جيدا حجم التحديات والتضحيات من أجل استقرار الوطن. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. في الحقيقة العلاقة ما بين مصر وإيطاليا علاقة جيدة جدا وعلاقة وثيقة جدا، في أنشطة كثيرة جدا بتقوم بها السفارة الإيطالية. بتقوم السفارة كمان سفارة مصر في إيطاليا بمجموعة من المبادرات بالتعاون مع كل من وزارة السياحة والثقافة والآثار للترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك في إطار جهود بتقوم بها الدولة لتنمية المناطق السياحية. يمكن كمان الرحلة الحمد لله كان فيه في الأيام الأخيرة كان فيه زيارة مهمة، وفعلا في وفود جت لزيارة رحلة العائلة المقدسة وكانت موجودة في وادي النطرون، وكم التسجيل معاها، وان شاء الله في زيارات مكثفه جدا في هذا الموضوع. سفير مصر في ايطاليا قال ان سوق السياحه الايطاليه بتشهد حاليا تنوع في روافده بعد اول زياره ناجحه قام بها فوج سياحي ديني من ايطاليا زي ما قلنا لزياره مسار خطي العائله المقدسه بمصر، واضاف ان تلك الزياره مقدمه لسلسله زيارات اخرى من ايطاليا لمصر والكنائس القاهره القديمه واديره وادي النطرون التاريخيه خلال الاشهر القليله اللي جايه. طبعا السفارة المصرية في روما بالتعاون مع وزارة السياحة استضافت رحلات تعريفية لمنظمي رحلات الحج الكاثوليكي وصولا لهذا الإنجاز، ودي كانت فعلا أول زيارة فعلية لوفد سياحي إيطالي بيصل إلى مصر. الوفد كان في برنامج متكامل بيقوم به جمع ما بين زيارات مختلفة لثلاث نقاط من مسار العائلة المقدسة، وأيضا قامت وزارة السياحة بإدراج المزارات التاريخية ضمن برنامج هذه الزيارة في الهرم والمتحف المصري، وكذلك حضور عرض الصوت والضوء للمساعدة في تحقيق أقصى استفادة لهذه الزيارة. ووكالات الأنباء الرسمية وكبرى الصحف الإيطالية أبرزت أخبار الزيارة، وده طبعا ساهم في إبراز صورة مصر الحضارية وتنوعها الثقافي والأمن والأمان اللي بيتمتع به السائح عند قدومه إلى مصر. الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية استقبل في الطائف بالمملكة العربية السعودية وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم ودكتورة إلهام صلاح الدين نائب وزير الآثار ورئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة أستاذ أحمد حلمي يوسف، اللي وصلوا الطائف لحضور حفل افتتاح الدورة 12 لسوق عكاظ اللي هتكون مصر ضيف شرف فيه. كمان جرى خلال لقاء أمس بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، ورحب الأمير سلطان خلال اللقاء بالوفد المصري مؤكد على العلاقة الوثيقة والأخوية التكاملية بين السعودية ومصر، وهي علاقة تاريخية مستمرة منذ زمن طويل. من جهتها كمان أبدت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم سعادتها بزيارة المملكة العربية السعودية معربة عن تقديرها البالغ والعميق لاختيار مصر ضيف شرف لسوق عكاظ لهذا العام. كمان أكد أن مستقبل التعاون بين البلدين طموح وكبير وواسع، مبين أن زيارتها للمرة الثانية للمملكة جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في المجال الثقافي، إضافة إلى مصر ضيفة شرف الحدث العظيم لتستقبله محافظة الطائف في سوق عكاظ، الأمر الذي من شأن التوسع في المجال، وخصوصا أن هناك تطور كبير يحدث الآن في المملكة عبر اهتمامها الجديد بالحراك الثقافي والتنمية المستمرة في هذا الموضوع. المرأة المصرية متميزة في كل طبعًا. حاجة وفي كل المجالات ودايما بتبهر الجميع. أيوة. وكل أهم حاجة تبهر يعني. أيوة الإبهار عنصر الإبهار في المرأة المصرية شيء أساسي جدا، وده اللي هنشوفه في تقريرنا التالي. شفت ده فظيع التقرير ده، يعني ازاي هي بترقص مع الجواد الخاص بيها أو الخيل. فتاة مصرية فتاة مصرية عبير وبنت مصرية ومتميزين في كل المجالات. المرأة المصرية والمرأة المصرية. طيب نشوف هذا التقرير نرجع لحضراتكم مرة تانية. عبير مجدي فتاة مصرية تمتطي صهوة جوادها برشاقة وخفة وتحمله بأسلوب سهل وسلس على الدخول في وصلة رقص والقيام بحركات مثيرة للإعجاب. أنا راكبة الخيل دي بقالي 7 سنين،
بابا جاب واحد يعلم الحصان، فقلت اجرب كده، قمت جايه راكبه الحصان وبدات اللي انا اتعلم عليه، وقال لي دفعيه وقلبيه. جيت ابص بقى لقيت الحصان مجاوب معايا كده، قلت بقى ايه، علمت بقى الخيل وحفظت مواويل والناس بقى تطلبني. وتبهر عبير وحصانها السكان في منطقة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث يتجمع الأصدقاء والأفراد والعائلات قبل إقامة حفلات الزفاف. وتستعرض عبير خلال هذه التجمعات مهاراتها في تقديم أعمال إيقاعية مثيرة مع الخيول. تدريب الحصان، في مثلا حصان بياخد سنة، وفي حصان بياخد 3 شهور، وفي حصان بياخد 2 سنين. واكتسبت عبير التي تبلغ من العمر 15 عاما بعضا من الشهرة في منطقتها، وتستلزم بعض الحركات تحرك الحصان أثناء الرقص من جانب إلى آخر في تحرك عرضي في الوقت الذي تقبض فيه عبير بإحكام على أعنة الفرس، محافظة على توازنها على ظهره. في الحقيقة كأس العالم ده يعني كان غريب شوية وفي مفاجآت، وأعتقد يعني شفنا كتير مفاجآت. أخيرة طبعا ألمانيا امبارح بخروجها طبعا الغريب، حاجة غريبة من دوري المجموعات من دور الأوسط وهولندا وإيطاليا ما دخلوش أصلا المنافسات ولا جم كأس العالم. في الحقيقة مفاجآت كتيرة جدا، لكن المرة دي هولندا كانت حاضرة في بطولة كأس العالم للروبوت المقام حاليا في روسيا، ولكنها تفوقت على البرتغال في كأس العالم للروبوت في كندا، وتمكن الطلبة من جامعة إيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا من الفوز بلقب كأس العالم للروبوت روبو كوب أثر تفوقهم على الفريق البرتغالي بنتيجة 1-0 في نهائي البطولة اللي أقيمت في مونتريال بكندا. أحد المواقع الهولندية قال إن دي المرة الرابعة اللي بيفوز فيها فريق إيندهوفن باللقب. المباراة بتجري على أرض ملعب بيبلغ طوله 11 متر في 12 متر، وبمجرد إطلاق صفارة الحكم بتبدأ اللعبة من دون تدخل بشري على الإطلاق. الهدف من البطولة هو تسريع تطوير الاختراع في مجال الإنسان الآلي، والمشاركين بيكونوا مطالبين بتقاسم خبرتهم الفنية مع الفرق الأخرى بعد انتهاء هذه البطولة. فعلا لا تبدو كرة القدم متاحة في قرية سيطافية على سطح الماء، ولكن نقص الأرض العشبية والأرض الصلبة لم تمنع مجموعة من الأطفال في تايلاند من لعب الرياضة المفضلة ليهم إطلاقا. وقبل 30 عام قرر مجموعة من الأطفال ذوي العزيمة على إنشاء ملعب كرة قدم طافي على الماء في قرية سيطافية بالقرب من جزيرة كو باني في جنوب تايلاند. في وقت لاحق هؤلاء الأطفال شكلوا فريق لكرة القدم، أصبح أحد أفضل فرق كرة القدم في جنوب تايلاند على مدى عدة أعوام، وبعد حوالي 30 سنة أخرج هذا الفريق ما يقرب من 200 لاعب كرة قدم من قرية بيصل تاريخها إلى 200 عام وعدد سكانها حوالي 1600 نسمة فقط. فاز الفريق ببطولة كرة القدم للشباب في جنوب تايلاند لسبع سنوات متتالية من 2004 وحتى 2010، وتم إنتاج فيلم وثائقي عن قصة ملعب كرة القدم الطافي على سطح الماء وفريق كوباني لكرة القدم في عام 2011 واللي انتشر بشكل واسع بعد فترة قصيرة على شبكة الإنترنت، وأصبح هذا الملعب اللي تم تجديده 7 مرات مركز جذب سياحي كبير في تايلاند. انت شايفه في 2 في الميه عشان يجيبوا الكوره اللي بتقع، عشان يجيبوا الكوره اللي بتقع ده باستمرار، يعني هي بتقع اكتر ما بيلعبوا. وتم كمان يعني استغلال الموضوع سياحيا بشكل كبير. تايلاند بيسوق لكل حاجه في الدنيا يعني بصراحه، ما فيش نقطه بيسوقوها يعني. ده حقيقي. وبهذا الملعب الطافي في جنوب تايلاند مشاهدينا بنصل معاكم لختام جولتنا الإخبارية المتنوعة. نروح للزميلة أمان الشيخ معاها أخبار الرياضة، تفضلي أمان.